قلبك قصيدة قصيرة ولا القصايد كلها قلبك؟ قلبي في إيديكي وروحي زي الطير وروحك حب بردان وحضنك حضن أم وأب سواح وخدك نبع وعيونك مصب. برحب بالشاعر سعيد شحاتة بقراءة بعض من قصيدته كوكبي الدري. أهلا بيك. مساء الخير. أهلا بحضرتك ومساء الفل. أول حاجة بتطرح نفسها زي طرح النهر على نخل فبراير هو فكرة إن أنت حاصل على عدة جوائز وأنت شاعر من شعراء ما يسمى يعني شعر الأقاليم، فاللي هم دايما رافعين راية التهميش إن هم مهمشين، فكيف بشاعر حاصل على جائزة أحمد فؤاد نجم والعديد من الجوائز الأخرى ويكون مهمشا؟ لا لا، هو أنا عمري ما قلت الكلام ده الحمد لله. تقولش على نفسك. الحمد لله. هو الحمد لله يعني معظم الجوائز اللي اشتركت فيها وشاركت فيها الدواويني حصلت على معظمها مش على كلها الحمد لله. ده بركة دعاء الوالدين ويعني بعض من الاجتهاد اللي معاه الحظ، يعني مش جدعانه قوي يعني. نعم. فانت بتحاول والدنيا مفتوحه لكل الناس، فيعني ده كرم ربنا الحمد لله. صحيح. لكن موضوع التهميش ده هو فعلا هي بس البعد عن القاهره. كل الناس اللي عايشه في الاقاليم بتحس انها مهمشه، لان المطروح على الساحه ويمكن 90% مننا متفق على ده، اقل بكثير من اللي موجود على ارض الواقع في الاقاليم. احنا عندنا في الاقاليم شعراء كبار وكتاب كبار لم ينالوا حظهم الى الان. عندنا روائيين كبار زي مثلا عندنا في مركز مطوبس الروائي الكبير سمير رمزي المنزلاوي، ده من الروائيين اللي بالفعل لم ينالوا حظهم الى الان. عندنا قصاصين كبار، عندنا نماذج مشرفه بالفعل في الاقاليم من الشمال الى الجنوب مصر، ومفيش تسليط ضوء عليهم. لا، هي فكرة البعد عن الأضواء أو عن القاهرة بالتحديد، اللي هي فكرة الرأس الكاسح والجسم الكسيح. فهي الأقاليم بالنسبة لده هي الجسم الكسيح، رغم إن هو الجسم إن المفروض بيصدر للرأس الكاسح ده كل مقومات الحياة اللي بتغذى منها. صحيح. فهو المقدم للساحة أقل بكثير كثير جدا من اللي المفترض يقدم للساحة المصرية. دول شعراء وادباء وكتاب يعني ينهض بامه. صحيح. اليونان القديمه نهض بها الفلاسفه والكتاب في المسرح، اسخيلوس، سوفوكليس، يوريدوس، في الكوميديا ارستوفانس، منندراوس، دول نهضوا باليونان القديمه. صحيح. وتقريبا حطوا الخطوط العريضه للثقافه المستقبليه للعالم اجمع. فاحنا عندنا بالفعل كتاب ممكن يحطوا ثقافه عريضه مش للعالم كله بس لمصر. فيعني تقديم محتاجين تسليط الضوء عليهم. صحيح. طبعا. انت ثقافتك جزء منها يعني في تأثر بحياتك، انت ابن عائلات الصيادين في كفر الشيخ، هل ده كان له تأثير على قصائدك على ابداعاتك بشكل عام؟ طبعا، معظم قصايدي انا زي ما قلت لحضرتك في مرة، انا جاي القاهرة وباكد على ده، جاي بهدوم اهلي، جاي بطوب اهلي، بلهجه اهلي، بكل احلام وافراح واطراح الناس الطيبه البسيطه ديت. انا جاي بريحه البرولس على جسمي، فجاي فخور بده جدا وسعيد بده جدا وبباهي بيه. انا والدي صياد، كان الله يرحمه صياد بسيط جدا. اخواتي صيادين بساط جدا، ولاد عمي حماية الله يرحمه كان صياد بسيط جدا رغم انه كان ريس هو وابويا، بس دولت اللي شكلوا وجداني، دولت اللي بالفعل الكتاب اللي اتعلمت منه، دولت الحياه بالنسبه لي. والدتي ست فلاحه بسيطه جدا، شان كل جيلي او معظم جيلي، شان كل كتاب الاقاليم. انا ابن الناس ديت، مننا ابن الفلاح وابن الصياد وابن الحرفي وابن العامل وابن الصنايعي. احنا اهلنا دولت ودي ثقافتنا بالفعل، وده ردنا الثقافي ودي ظهرنا اللي احنا
ماشيين بيه في الحياة. انت كنت كاتب على صفحتك النهاردة ان انت حزين ان في حد من عائلتك مش هيشاهد الحلقة دي. العمة دي حماتي رحمة الله عليها، دي كانت يعني بتصادف بتتبارى هي والدتي في ان هم يقعدوا مين يسبق يجيب تلفزيون عشان يشاهد الحلقة. فكانت من الحكماء اللي الواحد يتعلم منهم كتير جدا. كانت طبعا الله يرحمها، الله يرحمها. كانت حضن دافي قوي. ربنا يرحمها، الله يرحمها. النهارده انا مفتقدها قوي اكيد، بس هي اكيد سعيده بنجاحاتك وبتواجدك. احنا كمان سعداء بوجودك معانا، وعايزين يعني نستمتع والساده المشاهدين بقصيده تختارها لنا. انا عايز اوجه لها تحيه. اتفضل. لما تحس انك متدفي بروح الله غني وما تخافش، دوس على الارض كانك نور، واسعى كانك طيف مسحور، ربك بيخلي المكسور مارد بس يدوس ما يجفش. لما تحس انك متدفي بروح الله احلم ما تخافش، ربك موجود في الارواح رغم ان الروح ما بتتشافش. الفرح بالدعوه بس الموت بالهجمه، من كلمات العمة. ما تدوروش على ريحة في الجدران، الدور بتتطبع بروح سكانها، والطوب بياخد شكل جلاده، فما تحزنوش وتمسكوا بالحل، وادعوا لي لما تحسوا طعم الظل. سامحينا يا عمة، انا روحي كانت زي روحكم طيبة وحنينة ودافية وغنية بحب كل الناس، وحيطاني كان طوبها متعود يفتح دراعه لكل قلب يهل ويحاجي، عمره ما احرجني مع الداخلين، ولا عمره قال لي ده مين وجاي من فين، طوبي ما كانش يحب احراجي، كانت حيطان الدار بتشبهني، جدعان وجواهم كرم يكفي العباد ويفيض، يستقبلوا الداخل بفرحة ناي، ويطبطبوا على كتف كل مريض، ويسموا على الحبلة فاتحين كتاب الله على وسعه، وموجهين الوجهة للجبلة، ومسلمين الأمر للديان، كنت مجوع يسجوني من شهد الحياة حكايات، واليوم عطشتي أكلون الفرحة سرسوب من غزا الملكات، أوضتي بناتي ودنيتي أهلي، وطني اللي أنا رسماه على دراعي، حلم اللي دايما تحلموه بالليل، أحلام أوجاع نيل يشفي مواجعكم، ومحبتي للخلج راس مالي، لكن وحشنا الريس الغالي، فاستوصوا بالذكرى وما تسألوش عن الحيطان بكرة، بكرة المعالم كلها تتشال، والعمة تتحول لشال أو جلابية قديمة أو تلفيعة أو إسدال، بكرة العيال تنساني زي ما أهلها بتنسى، ما هي دنيا جلابة وحزين يا مين قال إنها أنسى، الدنيا خنصة وطبعها غدار، والموت بيبعد جبله 100 انذار، بس المكابر قلبه ما يحسش ولا يمسش مشاعره الجامدة غير الكبر، اعماره مكتوبة في ورق بالحبر، تنزل عليها دموعنا تمسحنا، يقعد بشر ويغنوا مطرحنا، تنسانا افراحنا اللي عشناها، امي زارتنا ورحت وياها، معرفش فين لكن خلاص عديت، وانتوا اللي فاضلين والحيطان والبيت، وهدومي وسريري وجمال الصيت اللي فضل مني، ما تدوروش عني انا كنت، لكن كل شيء بيكون وبيعدي، حتى الحديد بيموت وبيصدي. سامحينا يا عمة، قلبي مدن مفتوحة للراجعين بلا مأوى، ولا كنت خاف من الغير ولا استجوى، كانت عيوني النسيم على بيوت الجيران، ومحبتي ترنيمة للجدعان، وإيدي تعويذتين فرح للمحرومين، ما تدوروش على صوتي في الشارع، أنا صوتي خدته معايا قبل ما أسيب مكاني وأرضي للتانيين، قبل ما فارق حلم على العتبات، ولا تسألوا عن الحاجات المرصوصين فيكم بلا ترتيب، سبت الكآبة في عب كل كئيب وخطيت على المدن، عديت من الملكوت لكون غير اللي عذبني الوجع جواه، وفردت كف مسكني بالراحة الحبيب ومشيت وراه لهناك بلا عودة، طول عمري راضية بحالي ومهودة. سامحينا يا عمة، قولوا الجميع المشتاقين فوقوا وتمسكوا بالحب،
ولا تجعلوش الدنيا غاية ورب. الدنيا زي البحر جلابة، الدنيا زيك ليها أم وأب. ما تدوروش على ضحكتي لروحكم ولا دمعتي بالليل على جروحكم. كان نفسي أقول الله يسامحكم والحمد لله قلت وتمنيت، وجريت وشوش الخلج وتوضيت ومشيت ومش راجعة، موجوعة من أحبابي مش وجعة. سامحينا يا خل اللي طمعان فيها يشربها، العم راحت جنب أحبابها. سامحينا ليكم من القلب السلام ومحبة الغايب، ليكم من الروح السكون والطيب، ليكم من الصوت الخرس، ليكم من الأوجاع جرس اختار، وإن حد جان الدار قولوله بقلب خاشع وقتها ولا العمة كانت حبة تتسلى. سامحينا يا عم. الله ربنا يخليك. الله، دي كتبتها حديثا استاذ سعيد؟ دي ديوان كله حوار بين من المفترض الشخصيات اللي فيه هي العمة والشاعر، اللي هي عمتك بالفعل، اللي هي بالفعل هي حماتي. اللي هي حماتي قد كده يعني، كانت العلاقة ما بينكم قوية جدا. جدا. ست كانت دايما تقعد معانا تقول لنا انتوا وانتوا ولادي اللي انا ما خلفتهمش. يعني هي عندها ثلاث بنات، حتى هي في الديوان بتقول الكلام ده، بتقول خلفت حشاية بنات بس قدام شوية. فكانت تقول الثلاثة هيشلوني مع ابني احمد ده. احمد ده يعني اللي هو ابن عمي. لا ابن عمي. ابن عم. فاما الولاد بنات جابوا ولاد، فقالت ولادهم اما يكبروا يشيلوني. فكانت بتحب الحياة قوي، متمسكة بها قوي. كانت بتحب اللي حواليها قوي. كانت راضية بظلمها قوي اذا اتظلمت، بس عيالها او بناتها يعيشوا كويس. يعني حد بيضحي بكل اللي عنده علشان بناته تعيش مرتاحة. نعم. فكانت الله يرحمها. استاذ سعيد، انت اصلا حصل على ليسانس اداب قسم لغة عربية، واتجهت لكتابة الشعر العامي، مش مفارقة ديت شوية؟ هو انا كنت في البدايات بكتب شعر فصحى، وتقريبا دخلت اداب قسم لغه عربيه بالتحديد علشان خاطر فكره انك تكتب الفصحى كما ينبغي، او فكره تجنب انك تتعلم لغه عربيه. صحيح. فاما اتعلمت لغه عربيه كتبت الفصحى بتاعه العصر الجاهلي تقريبا، يعني الفصحى المغرقه يعني، القويه الشديده، صخر حطوه السائل ومعادي والحاجات دي. فكان عندنا راجل، يعني انا تقريبا قلت الكلام ده قبل كده في كذا مكان، ده جوز خالتي بيسموه الفلاح الفصيح عندنا. ده كان راجل مثقف جدا، كان يقعد معانا يكلمنا مثلا في عبد الناصر، في سام ثلاثة، في سام ستة، في الدنيا كانت ازاي في الخمسينيات والستينيات وكده. يكلمنا في المؤتمرات الاقتصادية كعالم اقتصاد، يكلمنا في اوجاع الفلاحين، والفلاحين عايزين ايه بكره عشان البلد تتطور، ممكن يحط خطه اقتصاديه للبلد وهو قاعد. يعني الراجل ده كانت ثقافته كده، رغم انه تقريبا ما كانش بيعرف يقرا، يعرف يقرا ويكتب. فما عرف ان انا بكتب شعر فعايز يسمعني. فرحت له على استحياء كده، رحت طبعا وانا قلقان جدا، لان الراجل يعني انت داخل في حضره عالم، يمكن هو من الناس البسيطه قوي بس عالم بالفعل. فطبعا اول ما قعدت قدامه قلت له القصيده بالفصحى. نعم. فبعد ما كان مستقبلني استقبال الفاتحين، تجهم في وجهي وعاملني معامله غريبه جدا. فبقول له يعني هي ما عجبتكش؟ انا كنت بقولها وانا قلقان بس فرحان جدا ان انا بقول له شعر. فقال لي انا عايزك تقولها لوالدتك، اذا فهمتها هتعجبني. انا يا ابني، فقعد بقى ينصحني بقى، انا عايزك تكتبنا، عايزك تكتب زي، وطبعا كان يعرف الابنودي وكان يعرف نجم وكان يعرف الناس دي كلها، كان مغرم بيهم كمان وباشعارهم وتجربتهم. قال لي دول ترجموا اوجعنا، يمكن ما عاشوش معانا بس ترجموا اوجعنا. انا وانا قاعد هنا في الفلاحين، الناس ديت اللي جاي من الصعيد واللي جاي من الشرقيه واللي جاي حسوا بيا. فحسيت كلامهم. فانت قاعد في وسطنا وقاعد في وسط اهلك الصيادين ووسط اهلك الفلاحين، وانت ابن البيئه ديت،
اما تطلع تقول قصيدة زي ديت دلوقتي للناس ديت، تخيل هيتعاملوا معاك ازاي. ده كان درس مهم اقتنعت بالنسبة لك. جدا بوجهة نظره، اه اقتنعت جدا بوجهة نظره، وبالفعل بدأت في كتابة شعر العامية، ونفس القصيدة ترجمتها للعامية ورحت له بيها. الكلام ده كان تقريبا كنا في الجامعة، كنا في التسعينات، 98 بس 99. ده طبعا نقطة تحول، ان انت خلاص اخترت عرفت طريقك. طبعا خلاص اه يعني بدأت بالفعل في كتابة العامية، في طريق العامية. نعم فكان 2000 كده او 2001 كنت جمعت اول ديوان عندي، مم. 2002 كنت تقريبا نشرته في فرع ثقافة كفر الشيخ عندنا في كفر الشيخ. مم. وكان ده يعني بالنسبة لي وبالنسبة لأصدقائي حاجة، دي كانت خطوة بداية لكن اللي مش هو ممكن ديوان ترجع في حاجة. لحظة تكتب فصحى. لا بكتبها احيانا مسرح، مسرح شعري. مسرح شعري. كتبت مسرحية شعرية اه بالفعل. اريد رأسي، اه اريد رأسي اللي هي مرشحة دلوقتي للهيئة في العربية للمسرح، اه جائزة الهيئة العربية للمسرح، ف ضمن 20 رواية بالقائمة أخرى. القصيرة. اه فربنا سهل وتفوز ان شاء الله باذن الله. ده هيعلن عنها يعني، هيعلنوا النتيجه النهائيه في خلال ايام يعني ان شاء الله باذن إن الله. شاء الله، فانا يعني دعواتكم إن شاء الله ربنا يكرمك. لكن العامية القاهرية تختلف عن العامية في كفر الشيخ. بمراحل. اه بمراحل. بمراحل ازاي بقى؟ ما اشرح. العاميه في كفر الشيخ لهجه عميقه جدا، اه في كل بيئه ولها لهجتها. اه العاميه القاهريه بسيطه قوي، هي عميقة بس بالنسبة للمكان اللي هي فيه. طب لكن اشرح لي عمق العامية في قريتك انت. يعني اما بنتكلم في اول حاجة العامة بتقولها، بتقول الفرح بالدعوة بس الموت بالهجمة. 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 فلو بصينا كلمة الهجمة ديت هنا غير مستساغة قاهريا، الهجمة دي كلمة لفظ صوتي كده تحس ان هو فيه فظاظة، صحيح. لكن عندنا امر عادي جدا مستساغ قوي. اما نتكلم مثلا عن بعض الالفاظ عندنا فيها بلاغة كلمة الهجمة، بالهجمة، انها تطلع على لسان العامة كمان. طبعا. امال ايه يعني الموت ده مش محتاج دعوة بقى، ده هو بيهجم كده بشكل اللي جاي وحشي. للي اه لا ده الفرح بالدعوة، انت بتدعي الناس تجيلك. اه لكن الموت بالهجمة هو جاي يهاجم والناس لازم تهجم هي كمان تشيل في فاللي يتأخر. لا ده مش بالدعوة بقى، اه ده انت اللي لازم تيجي. من وكل ولد طمرة نزلت حلاوتها قلبي، من وكل ولد طمرة اه نزلت حلاوتها قلبي، يعني اللي يوكل ايوه ابن اه طمرة تنزل حلاوتها، حس ايوه فيها ايوه بيها مش جميل. في بطني بقى ولا معدتي في ولا في قلبي. ريقي، لا اه ده قلبي. اه فدي ده استخدام لفظ هو يعني بمنتهى البلاغة. هنا الـ القلب بيحل محل التذوق ومحل الشبع، صحيح. وفي الاخر خلاص محل الحلاوة، الله. ان هي كان لها معجمها الخاص. وعندنا الصيادين لهم معجمهم الخاص كمان، يعني اذا اتكلمت بالفاظ الصيادين ومفرداتهم تقريبا ما مش هحط يعني في الديوان ده الانبياء حديث، اه انا حاطط ورا هوامش لمعاني بعض هوامش الكلمات عشان تشرح عشان للناس اشرح طبعا. بعض المعاني العامية. يعني الاغاني بتاعتهم يعني مثلا ما اقول المدرة فلازم اشرح ان دي بوصه من البوص الرومي اللي هم بيستخدموها في الصيد. اما اقول المخر مثلا لازم اقول ان احط هامش ورا اقول ان ده بوز القارب من قدام، هو بيقولها المخر. لا ده لهم الفاظ غريبه، معجم غريب، صحيح. معجم محدش تناوله بس في القرية دي فقط. في القريه دي وفي القرى المجاوره، لان دي قريه من ضمن مثلا 10 او 20 لحد البرولس، من منية المرشد لحد بيستخدموا المترادفات دي. بيستخدموا المترادفات والالفاظ دي، فبيستخدموها هم فاهمينها قوي. فهنا العمق. هي اقرب للروايه الشعريه الانبياء حواديت. للانبياء حواديت هو روايه بالفعل شعريه، انا ما صنفتوش، لكن هو بالفعل بالنسبه لي روايه شعريه، لان بحكي فيه حكاوي الصيد، حكاوي حكايه انا مع القاهره، حكايه والدتي، حكايه والدي، حكايتي مع اولادي. العامه برضو اللي هو ديوان للطيبين امثال هو لما يصدر بعد، هو حكايه شعريه بين العامه وبين الشاعر اللي هو بيكلمها، وهي بتتكلم من العالم التاني عن الحياه كانت بالنسبه لها ايه ودلوقتي شايفاها ازاي الله كده. دي الفكره الله. يعني، ده جزء. الجزء الاولاني اللي قلته ده جزء من كان مفتتح بتاعها في الكلام، هي بعد كده هتبدا نعم تتكلم عن الحياة فوق، وازاي هي محتاجة لحقنة الأنسولين دلوقتي، فعايزة بناتها يقوموا يجيبوها لها. فالمهم بتقول ان لا ده انا برضو فوق جعانة، مش
مش تحت بس جعانه، لا ده انتوا لازم تفكروا فيها اكتر من كده. افتكروا ان انا عايز حقنه الانسولين الساعه كذا، فتيجوا تدوروا عليه وتجيبوا حقنه الانسولين وتسالوا ان انت عايزاه هتاكل امتى كده يعني. بس هي مش موجوده في وسطهم. نعم. بتتكلم عن احفادها اللي كانوا بيتجمعوا حواليها وبتوصلهم خير باللي جايين اللي هي لسه ما شفتهمش. طب ما نسمع حاجه منه زي ما تحب. خلاص نسمع، نسمع جزء تاني من 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 اجزاء العامه. اتفضل. ده صدر ولا لسه لم يصدر؟ لسه لم يصدر، لم يصدر. يعني فان شاء اخترت الله. اخترت له عنوان ايه؟ للطيبين امثال. للطيبين امثال. العمة، عارف؟ عارفة يا بت، عارفين يا قاعدين جنب تتوبوا؟ الصبح شكله مجاش من امبارح، وانا كل صبح بقوم اسلم على السما بايدي، حفظت زوايا الكون مواعيدي. الله. بزرع جناين روحي بالحنة، وادعي الحبايب قلبي في الجنة. كان والدي دايما ينصح اخواتي ويقول لهم بالليل بصوت واطي، اسمع يا واد، اياك تكون غير البطل في الحرب او في السلم او في الحلم، لا تطاطي راسك للعبا ولا ترضى بالظلم في اراضي الغير، ولا تنسحب من دير ولا جامع، الكل سامع خطوتك وانت اللي مش سامع خطاوي المغرمين بالدم، الهم همك والعدو بيتغني من شدة رباط جأش اعدائه، خليك اشد من الحديد بالايد واصلب من عدان الصلب، قلب المقاتل عندي مسموش قلب، قلب المقاتل عندي طيارة تدخل بكل جواها في الغارة، تخلق حضارة وترفع العمدان، سامحينا يا عم. كان والدي صوت بيروض الجدعان ويدوس على القلب الجبان زي اللي بيدوس بالقدم في جواردة دبلانة، ويقول بصوت جاحد ما تموتش غير في المعركة، واقف على حيلك جايد لخلق الله جناديلك، رامي ورا ظهرك هلاهيلك، شايل على كتافك عياييلك، نافر صهيلك هازز الجبروت، اعدل عمامتك اوعى تتاخر، وياك في لحظة تخاف هناك من الموت، الموت حليف الخوافين والمهزومين المجبرين على السيف، مش للي واخدين المعارك كيف، خليك مدد للمحرومين ومداد، خليك ما بينهم في الوجع انشاد، خليك عتد وعتاد، يمكن حياتك كلها تطلع في اخر كادر تسجيل اعتراض، سامحينا يا عم. الصبح شكله مجاش وانا قاعده صوتي من الوجع متحاش، مش عارفه لم اللمه واضحك وسطكم يا ولاد، بيني وبينكم مش دول وبلاد، بيني وبينكم زاد وزواد واحتشاد وعباد، كان نفسي اقول حدوته للاحفاد وطبطب على البنات بشويش وهننهم، وافصل ما بينهم في الخلاف بالهمس، وارسم ملامح يومي بعيونكم اشعه شمس، وانفض غبار الامس من فوق جتتي وافرح بلمتكم، يا جواز بناتي نوروا بيوتكم، وبجدع نص الليل لعمتكم، وتذكروا قعدتنا بالخير واحكوا للي مجوش، فرحانه بالاحفاد وقعدتهم، زعلانه على اللي انا لسه ما عرفتوش، كان نفسي لكن بكره ما لحقتوش، سامحينا يا عمه، ريحه قلوبكم حلوه وانتوا بتضحكوا في وشي، انا قلبي ما يطيقش المنش ويعشق البحبوح، هي الحياة تنفع تكون غير روح، وأنا عايز إيه غير ضحكة من أرواحكم الطاهرة، ملعون أبو الدنيا، الدنيا حاجة ضئيلة مش زهرة، بس أنتوا شايفينها بطريقة وأنا بطريقة وشكل ما تشوفوهوش، أصل أنتوا لسه عدان ما جربتوش، أما أنا شجرة، عشت الحياة من أول السطر لنهاية صفحة الإملة، خط التجارب كلها كاملة وطلعت منها كأن كنت شعاع مرج من غير أثر، والقلب جاوح واتكسر واتجام، واتجام وجاوح واتكسر تاني، كان اسم ايه؟ كان اسم حاجة جميلة في عيون ريس البحر الكبير، كان اسم أجمل مني بلسانكم، كان الرضا منكم جليل وكتير، وأنا كنت راضية وحمدة ومسلمة، وفي كل مرة بروح بعود سلمة، لكني شايف الصبح مش واضح جلجانة زي ما اكون بدأت اشتاق لكم، بس الطريق ما يسعش، الروحة فيه دايما بلا عودة، والعمة راضية بحالها ومهودة، سامحينا يا عمة،
العامة راضية وماشية مضطرة، العامة داخلة وكلكم بره، العامة حرة من البدن والموت، من قبضة القبضين على الملكوت، من جهرة الجوت والمرض والصمت. خليكم نايمين، أما أنا جمت، شفت اللي أبدانكم هناك مستغرباه، وعرفت ليه طعم الحياة على أرضكم حامض. ما تفسروش السر بالمعجول، السر غامض والمدد موصول، والعجل مش مدرك، العجل فوق القدر فوق الأرض زرد الطين، وعشان كده ضيق، والصدر رغم براحه بيزيج. أما هنا الرؤية مفتوحة، والنية لو كدابة موضوع مفضوحة، والكلمة مش مسموحة غير للموجودين. احنا هنا بنجدس الأسرار، وانتم هناك بتصلوا القوانين وبتقتلوا الياسمين على عدانه. الأرض كائن جلبه في ودانه، وعينيه في كف الريح، يطلع يصيبها العمى ويضلها الفرسان، ويتجروا بيها في ساحة العميان. الدنيا زي الأرض في طباعها الغريبة وقلبها الجاحد، تاخد غرضها وتهمل الواحد كأنه مفيش، تاخد ولا تديش، تاخد حياتنا كأنها بكشيش زبون فييس. والدي جابلني هناك بشلج سريس، وكأني لسه صغيرة وريحاله شايلة غداه في كيس أخضر، وأمي خدتني معاها للبندر، وأنا ماشية بتغندر ما بينهم زي طفلة لا خلفت ولا سلفت أيامها للغير، واكتفت بالعيشة والهدمة. سامحينا يا عم، اللجمة وياكم صحيح كان طعمها يشرح صدور المكتومين ويشد أبدانهم، بس الحياة مع والدتي ووالدي دليل على سدج معدنهم. أما أنتوا لساكم هناك شايلين حمول الوهم فوق الروس، روحكم حبيسة وقلبكم محبوس، والسوس بينخر في الضماير زي ما بينخر في عظم مراكب العايشين، وبيسموا الحياة بين البيوت الدياجة تباريح، وبيغني الهموم تفريح. قولي صريح قدام جميع الميتين أحياء، قولي كما قال شاعر الهجاء، استرجلي يا بنت روح الصحية قدام الزمن بدراعك المتعافي، وتجامي كما تجامي الجمل في الحر، وتحامي بمجامي الشاعر الواقف أمام الصولجان يصرخ في وش الظلم بالكرابيج. الدنيا عركة كبيرة مش تهريج، دوسي على الخراريج بإيد ما تخافش، قولي تقاه ولا تهاب الحياة، وتوضي بالنور والبحور السبعة، وتغطي بملامح قلب هذا المحترم، وتجامي ما توطيش. لسه المعاني الدياجة أوسع من الراس اللي مش محتاجة تستوعب، لسه البراح في القلب يشبه للبراح في الكوكب المفتوح لكل المشتاقين لمواكب الرؤية، لسه الزوايا في ساحة الفردوس بتستنى الضعاف يستجوا ويقوموا الصلاة ويقوموا كالدراويش. يا بنت روح الحلمكم يا بنت روح الحلمكم غطيان، قلب الوجعكم جمح ورغيف عيش، يا بنت سيلت اللي فيها كتير قوي وكل الكتير على الارض ما بيكفيش، فما تسمحيش الورد يحني دماغه قدام العواصف، واسمح لروحك تصد الريح اذا الريح انطلق من بج وحش مغارة الجبل البعيد المحمي باصحابه. رص الكلام الحلو في كتابه وتبخره بالمسك والتبشير، ولا ترسموش الحلم بالطباشير، الحلم لازم يترسم بالدم بالمشي فوق الجمر والمسامير. سامحينا يا عم، جربت وتغربت يا احشائي من جوه، يا عظم جسم اللي فضل مني جربت بس اجتدت النوه، وحبايبي بعد البعد طالبيني يرضيكم اكسف قلب ابويا وفرحه امي وضحكه الريس وارواح الصغار اللي اتحرمت في دنيتي من مسك ضمتهم، اولادي شيلت بطن ايام اللي غطتهم وحبلت بيهم لما وديتهم، يرضيكم اكسف قلبي واكسر شوقه للتانيين، لو كان هنا غاليين هناك غاليين، والموت ما بيفرقش بين وما بين، الكل رايح والجميع جايين، فما تبخلوش على بعض بالفرحة، ونموت تموتم زينا واقفين، الدنيا ايه غير جسم جاي من طين وراح للطين. سامحينا يا عم، الدنيا ايه غير جسم جاي من طين وراح للطين. الله الله الله، حقيقة أداءك كمان بكل المشاعر والصدق بيطفي ظلال من المعاني اللي هي لا تحتاج إلى صعوبة لكي تخترق أي وجدان إنسان بيتلقى هذه القصيدة وهذا الديوان وهذه الكتابة المجيدة والرائعة.
الحقيقه ايضا في شعرك في اهتمام كثير بالهم الاجتماعي استاذ سعيد شحاته. فسؤالي هو هنا بيبقى ده عبء عليك هذا الهم الاجتماعي؟ هل بيبقى ضاغط عليك في الكتابه ولا انت بتجد نفسك ملزم كشاعر ان انت تكون جزء من قضايا وطنك؟ هو الحالتين، انت مضغوط وملزم انك تكون جزء من قضايا وطنك، انت مضغوط بضعف اهلك في بلادك، انت مضغوط لان بحيرة البرولس بتجفف، انت مضغوط لان الفلاحين عندنا بيموتوا كلهم بالكبد الوبائي وبالسرطانات نتيجة الحاجات اللي بيستخدموها في الزراعة بتاعتهم، الحاجات المسممة الأسمدة والحاجات اللي هي جاية من برة، أغلبها مسمم أغلبها سميات عالية جدا، أغلبها يعني لما تقعد مع طب بيستخدم مفيش بدائل ليها؟ مفيش بدائل، ده اللي هما بيجيبوه أو المقدم لهم، معرفش أنا مش عارف يعني. أنت بتشوفهم أغلب الفلاحين بيموتوا بالطريقة ديت، بيمرضوا بالطريقة ديت اغلب الفلاحين عندنا، والصيادين نفس الموضوع، لان البحيره تحولت الى مصرف كبير من صرف صحي لصرف اراضي لصرف كذا. انت مضغوط لانك جاي محمل بعيد. مين اللي سمح انه يبقى في صرف صحي في بحيره كلها خير وكلها يعني سمك وكلها رزق؟ اللي سمح هو نفسه اللي بعت لجنه تشوف صلاحية السمك اللي في البحيرة دي، فلقوه نسبة الرصاص فيها عالية جدا ولا يصلح استخدام الأدمي بسبب الصرف الصحي وصرف الأراضي الزراعية اللي جاية بالأسمدة وجاية بالمواد في بحيرة البرولس. طب هذه القضية لماذا لم يعني تقدموا بها يعني إحاطة في مجلس النواب، طلب إحاطة، تحقيق، أي شكل من الأشكال القانونية لوقف هذه المأساة؟ جاء من عندنا أكثر من عضو مجلس الشعب على مر التاريخ كلهم بيجوا مجلس النواب الحالي، في حد مجلس النواب الحالي عندنا عضوين مجلس الشعب، بس مش عارف هم هيساوموا عشان ياخدوا أراضي زي اللي خدوا قبلهم ويريحوا ويعيشوا بقية حياتهم مرتاحين لأنه مش ضامنين يخشوا الدورة الجاية المجلس، ولا هيستعملوا بالضمير يعني؟ لا يعني احنا مش هنستبق الناس او الاحداث او الاتهامات. مش اتهامات. هم قدموا طلبات احاطة؟ هم ما حدش فيهم قدم طلبات احاطة او ما حدش فيهم يعرف عن البحيرة حاجة تقريبا، لان هم الصيادين عندنا ما بقوش يقولوا مشاكلهم لحد، لان خلاص هم قالوا مشاكلهم لكذا حد فانتبهوا للبحيرة فجففوا منها افدينا كتيرة جدا. جفت منها أبدنا كتيرة جدا، ومنهم اللي أخذ من الأعضاء السابقين مش من دولت يعني، أخذ أراضي وخلاص بنى عليها، مش بنى، أخذها عملها مزارع سمكية، مزارع أراضي سمكية وتاجر فيها. فهمهم أما اشتكوا وجعتهم لأعضاء مجلس الشعب، أعضاء مجلس الشعب تاجروا بيها وسلموهم للمعتقلات. ده كان في فتره في يعني زمن مبارك، في زمن مبارك 2005 تقريبا او 2000 من 2000 ل 2005. هل كتبت عنهم عن مأساتهم شعر يا استاذ سعيد؟ طبعا كتبت الديوان ده كله عن الصيادين. نسمع حاجه منها. هو لان الحقيقه القضيه قضيتك او قضيه بحيره البرولوس تحتاج الى وقت طويل لتناولها اعلاميا، وربما يلخص الشعر كثير من هذه المآسي. قلبي على جارب أبويا المنسحب من مشهد الأحياء وقف يرقص، وكأنه طيف مجذوب بيتعبد وبيشاور العمدان الدوان، بالراية لجل السيدة تنظر خطاوة عياله وتوصل عيون الملهمين بالحب يسجوهم ندى بالمعلقة الفضة. قلبي في شوارع حوى من فرط الساعات الجن وتعلم يقاوم وابتدى يطلع ريش بعد ما ست سجاته من كوز العسل ورجاته من الخضة. الصيادين فردين شباكهم تحت ايد الله وصبرين على القدر، والرزق عارف سكة الحرفيش وماشي بيذكر الواحد وبيصلي على سيدنا النبي وبيغسل القلب الجريح بالصبر والغلة وعدان المسك وبيمتثل قدام خطاوي المرزجين. الصيادين قاعدين يراقبوا نزول ملائكة ربنا لما الملائكة بيبدأوا الرحلة الطويلة من البيبان المفتوحين على المصراعين للدعوة والتنزيل. ريحة الملائكة على الجوارب غير ريحتهم لما يتوضوا عشان رفع الأذان وقت النزول من بين آيات الشمس بمظلات الطيارات.
بتصور الناس في البرولوس بالمداري وبالهدوم اللي اتكوت من لسعة المية وعرج عظم المراكب وانكسار الروس. صوت الملائكة الصبح يشبه صفر دوي الدوامات تحت الفلايك والبيوت والبوص. الصيادين ده جزء من الديوان. هم الملائكة. هم فكرة انك بتصور فعلا هم في عناية ملائكة. الصيادين هم دولت. أيوة. اللي هم شايلين وجعتهم جواهم واذا اشتكوها لحد بينقض عليهم. يعني الحقيقة يعني قصائد يعني بتصرخ، قصائد بتكشف، قصائد بتعري، وقصائد بتجعلك امام حقائق الموت والحياة. وربما في قصيدة او القصائد التي تناولت العامة وضح لنا قد ايه شجاعة العامة في مواجهة الموت ورسالتها للاحياء الا يخشوا المواجهة، لانه الحياة في النهاية هي فترة وظل وسهم يمر سريعا، المهم ان تثبت مكانك وان تترك ما يستحق أن تأخذه أجيال بعدك وتستضيء به وتواصل السير في هذه المسيرة، مسيرة الحياة المفروضة علينا جميعا. بشكر شاعرنا سعيد شحاتة شاعر العامية والفائز بعدة جوائز منها أو أهمها جائزة الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، وبشكر حضراتكم. بعد الفاصل تأتيكم زميلتي حليمة خطاب وفنان آخر وحوار آخر.